سوريا. الحين روسيا أصبحت اللاعب الرئيسي في كثير من ملفات الشرق الأوسط وليس أمريكا. أمريكا الشرق الأوسط هو بالتعريف الاستراتيجي within its sphere of influence، يعني منطقة نفوذ أمريكية خالصة، خاصة الخليج العربي. لهذا السبب لا يجرؤ أحد أن يأتي إلى الخليج العربي ويقول خلينا نسوي قواعد. بينما الشرق الأوسط من سوريا إلى إيران روسيا هي اللاعب الرئيسي الآن. روسيا صاحبة القرار، وشوف راح سوتشي أردوغان من 3 أيام واجتمع مع بوتين وسووا دوريات مشتركة اللي أنت استشهدت في التغريدة، وسحب البساط من ترامب برضا ترامب. وهني في سؤال، ليش ترامب لا يجرؤ أن ينتقد أو يهاجم بوتين؟ شنو صايد على ترامب؟ هل صحيح أنه لا في شيء صايد على ترامب صايدة لا يجرؤ، في الانتخابات أو لا غير قادر ما على الأرض؟ يخلي أحد من شر ترامب إلا بوتين لا يجرؤ. ليش؟ هذا الأمريكان قاعد يسألون هذا السؤال، شنو اللي عند ترامب عند بوتين على ترامب لما كان هو قاعد بالاستخبارات تشير إلى الروسية؟ تدخل الانتخابات طبعا. الأخير هذا اللي كل أجهزة الاستخبارات الأمريكية أكدت بأن روسيا تدخلت بشكل كبير في انتخابات الرئاسة الأمريكية لمصلحة ترامب. الآن التحقيق على ترامب في الكونغرس هو عن هذا الموضوع وتقرير مولر، زائد التقرير الثاني أنه هو يبي يطلع وسخ عن بايدن. بايدن مع الرئيس الأوكراني، مع بأوكرانيا بشركة ولدت بايدن في أوكرانيا، أنه خذ ملايين بأي طريقة وحجز 400 مليون دولار مساعدات عسكرية مصادق عليها من الكونغرس إلى أوكرانيا. قال أعطيك الفلوس بس ابدأ تحقيق، رد افتح التحقيقات وطلع الوسخ على بايدن وولده. دكتور فهذا الامبيتشمنت البروسس اللي قاعد تمشي الآن هي حول هذا الموضوع. راح أحيي عليه، لكن احنا أيضا